منها خبر متعلق باتحاد الملاكمه. اتحاد الملاكمه اعلن عن بدء دخول اللاعبين المؤهلين لاولمبياد باريس 2024 الى معسكر مغلق شهر ديسمبر المقبل ان شاء الله، وبالمناسبه هيكون في روسيا. ده طبعا بعد الحصول على موافقه رئيس الاتحاد الدولي لهذه اللعبه استعدادا للدوره الاولمبيه. هيضم المعسكر ثنائي الرجال عبد الرحمن عرابي وعمر العوضي، وفي السيدات هتكون موجوده اللاعبه المؤهله للاولمبياد يمنى عياد، بجانب طبعا ان الجمعيه العموميه لاتحاد الملاكمه اعتمدت ميزانيه الاتحاد بحضور مندوبي الهيئات اللي ليها حق حضور العموميه مؤخرا، واكتمل النصاب القانوني للجمعيه العموميه لاتحاد الملاكمه بحضور 22 هيئه من اجمالي 28 لها حق حضور الجمعيه او العموميه لمناقشه الميزانيه وايضا مناقشه الحساب الختامي. عموما خلونا نعرف يعني شويه تفاصيل اكتر عن هذا الملف من كابتن عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمه اللي منورنا على التليفون. يا كابتن صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا. صباح الخير استاذ كريم، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم، اخباركم وانتوا ايه؟ كله تمام؟ ان شاء الله كله تمام، والنهارده ان شاء الله تمام، اهم حاجه النهارده تمام. النهارده عايزين يا مسهل الحال يا مسهل دعوات حضرتك معانا يا فندم. ده احنا النهارده يعني احنا قاعدين قدام الشاشات من دلوقتي وفي الملعب من دلوقتي، وان شاء الله يوم جميل على النادي الاهلي وعلى جماهير النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله ربنا يعني يفرحنا كلنا النهارده ان شاء الله. عايزين نعرف بقى من حضرتك تفاصيل المعسكر اللي هيقام في روسيا ان شاء الله استعدادا للدوره الاولمبيه القادمه. والله اقول لحضرتك، انت حضرتك قلت في المقدمه حاجه جميله قوي، كان رئيس الاتحاد الدولي هو صديق عزيز طبعا، كان موجود في مصر هنا الاسبوع اللي فات واتقابلنا معاه، وطلب يعني او هو عرض ان ممكن يقدم اي خدمات لوجستيه للفريق الوطني، فانا طلبت منه ان احنا نعمل معسكر في موسكو في شهر ديسمبر، وانا لسه من قبل ثلاث دقائق كنا عاملين تواصل مع المكتب بتاعه علشان نبعث الاسماء ونحصل على التاشيرات. والراجل يعني ابدا استعداد تام لاستقبال اللاعبين المؤهلين، الثلاث لاعبين اللي انت قلت عليهم عرابي والعوضي ويمنى، عشان ان شاء الله نعمل لهم استعداد قوي جدا هيبدا من شهر ديسمبر ودلوقتي ان شاء الله من يوم السبت. هو بالمناسبه كابتن، هذا الثلاثي هو فقط اللي تم يعني تاهيله او تاهله للمشاركه في الدوره الاولمبيه، ولا في مساحه لوجود المزيد من الاسماء في الفتره اللي جايه؟ الفتره دي بقى ادينا كلام فيها يا كابتن كريم، الفتره دي لان حضرتك احنا لما رحنا نلعب بطوله الدوره التاهيليه في السنغال اشترك فيها 42 دوله 260 ملاكم بالنسبه للرجال، انا بتكلم دلوقتي على بطوله الرجال 42 دوله 260 ملاكم، كان مطلوب منهم كام يا استاذ كريم؟ سبع لاعبين فقط في الالعاب الاولمبيه، فمصر خدت اثنين من السبعه دول، شفت المدى الصعوبه يعني. طبعا كان انجاز كبير جدا ان مصر حصل على اثنين من السبع لاعبين المفروض يتأهلوا من قاره افريقيا كلها، خدنا منهم اثنين، واليمنى الحمد لله عملت انجاز كويس ان اول ملاكمه مصريه تصل الى دوره الالعاب الاولمبيه. فطبعا احنا بنعتمد على الله، والثلاث دول يعني ده مش عدد، مش رقم مش قليل، ده رقم كبير جدا لما انت تاخد اثنين من سبع افريقيا كلها تشارك في الاولمبياد بسبعه، مصر خدت منهم اثنين، فاعتقد ده يعني نسبه معقوله جدا. طيب الى جانب الاولمبياد باريس 2024 ايه تاني من البطولات اللي بنستعد لها الفتره اللي جايه سواء قاريا او دوليا؟ هو حضرتك ما هو الفتره اللي جايه بقى دي هتبقى عباره عن احنا بنشتغل كابتن كريم للالعاب الاولمبيه على مرحلتين، او بنقسم الشغل على مرحلتين، الشغل الاولاني او المرحله الاولى من الشغل حاجه اسمها التاهل الى الالعاب الاولمبيه، ده بيستمر حوالي سنتين سنتين ونص، وده الحمد لله نجحنا فيه بتاهل السلام. بعد كده المرحلة الثانية من الشغل بتبتدي بقى عملية حاجة اسمها الاستعداد للاشتراك في الدورة الأولمبية، اللي احنا هنبتدي إن شاء الله من يوم السبت معسكر مغلق في المركز الأولمبي لمدة شهر في شهر نوفمبر، وإن شاء الله في شهر ديسمبر هنروح روسيا، وبعدين بعد كده بقى تتوالى الأحداث سواء معسكرات خارجية أو اشتراك في بطولات دولية، يعني مش رسمية إنما بطولات دولية عشان نقدر اسمها الاحتكاك مع المدارس المختلفة، نعمل بطولات في اوروبا ونعمل بطولات في اسيا ونعمل بطولات في افريقيا عشان نقدر ندي الاولاد الخبرة الكافية قبل المشاركة في الالعاب الاولمبية، بحيث القرعة لما توقعنا مع اي حد من المدارس دي نقدر نجابه الموقف وننتصر باذن الله. تمام. حضرتك طبعا سيدي العارفين عارف كويس جدا قدر واهمية قطاع الناشئين في اي رياضة من الرياضات طبعا. فاحنا عايزين نعرف من حضرتك يعني الى اي مدى هناك اهتمام بقاعده الناشئين والناشئات في رياضه الملاكمه؟ تمام.
حضرتك السؤال ده جميل جدا، بس لازم ندي لكل ذي حق حقه زي ما بيقولوا. اتفضل. وزاره الشباب والرياضه ومعالي الوزير اشرف صبحي عاملين حاجه جميله قوي، هو فريق العمل بتاعه طبعا في الوزاره، عاملين حاجه اسمها المشروع الوطني للناشئين والموهبه الرياضيه والبطل الجمهوري. دوت موجود في 17 محافظه من محافظات مصر، بيضم من اللاعبين من 12 سنه لغايه 20 سنه لما مجموعه الصفوه. وهو دوت المشروع اللي بنخرج منه الناشئين والشباب وبنضمه الى المعسكرات الدوليه والمعسكرات المحليه للفريق الوطني. وهو دوت اللي بنضم يعني مثلا البطوله العربيه اللي فاتت كان في احنا بنلعب 13 ميزان في البطوله العربيه، كان منهم 6 لاعبين من هذه المعسكرات الشبابيه او المشروع الوطني للموهبه الرياضيه والشبابيه. وطبعا زي ما سيادتك قلت كل ما قاعده الشباب والناشئين بتكبر يبقى راس الهرم فوق بيبقى كويس. فاحنا بنستعد الاستعداد كامل للمشاركه مع وزاره الشباب والرياضه ان احنا بنعمل بطولات على مستوى الناشئين والشباب. يعني ان شاء الله عندنا في شهر نوفمبر 11 نوفمبر 16 نوفمبر بالمؤسسه الرياضيه العسكريه في اسكندريه عندنا بطوله الشباب مواليد 2006، بعدها مباشره في اول ديسمبر عندنا بطوله الشباب مواليد 2007 موجوده في برع النادي بور فؤاد، وبعد كده بتتوالى بقى المباريات 2008 هتبقى في الترسانه، 2009 هتبقى في الفيوم، لان يعني احنا كمان بنعمل حاجتين يا كابتن كريم، بنعمل عمليه الانتشار بالنسبه للناشئين في محافظات مصر، يعني احنا ما بنعملش بطولات كلها مركزيه في محافظه القاهره والجيزه بس، لما احنا بننتشر في جميع محافظات مصر بنعمل فيها بطولات لغايه شرم الشيخ، بس شرم الشيخ بقى دي ليها معنى خاص. انا ببعت شرم الشيخ اصغر لاعبين او اصغر مرحله سنيه هي مواليد 2010، من سنه من حوالي 8 سنين ابتدينا نعمل بطوله في شرم الشيخ وبنبعت فيها اصغر سن للناشئين والشباب. الولاد اللي اشتركوا بقى في شرم الشيخ من 8 سنين دلوقتي بقوا شباب، لان احنا بنحط الحس الوطني للاعبين دول، احنا بننمي الحس الوطني وبننمي الانتماء للوطن من خلال تعرف الشباب على المحافظات المختلفه خصوصا شرم الشيخ. احنا عاملين ان شاء الله في شهر مارس اللي جاي بطوله الناشئين مواليد 2010 في شرم الشيخ. جميل. مش قادر اختم مع حضرتك اللقاء السريع ده من غير ما اسالك سؤال، وهو سؤال ذو شجون الحقيقه وقد يحمل قدر ما من الحساسيه، بس ده نتيجه كتر اللي سمعناه قبل كده. وبرضو ارجع واقول حضرتك سيد العارفين واكيد سيد السامعين ان في كتير من الاحيان بنسمع شكاوى من قبل لعيبه وابطال في رياضات مثلا قتاليه او رياضات الدفاع عن النفس، الرياضات اللي حتى يعني بند التغذيه لوحده فيها بيحتاج ميزانيه ملهاش اول من اخر، وبنسمع الشكوى دايما من ضيق ذات يد الاتحاد المعني ايا كانت الرياضه اللي بتكلم عليها، فيا ترى انتوا عندكم النوع ده من المشاكل في الاتحاد؟ ما عنديش المشكله دي خالص، لان حضرتك انا عندنا معسكر دائم في المركز اللي هم في المعادي في فندق الفايف ستار في المعادي، ما شاء الله برج الأولمبي دلوقتي بقى على اعلى مستوى سواء من الخدمات اللوجستيه او خدمات الاقامه والاعاشه والتدريب والصالات، حاجه بقت فخمه جدا. الواحد بيفتخر بيها ان في مصر موجود مركز زي المركز الأولمبي في المعادي، فالولاد بتاعتنا او الشباب بتاعتنا او المعسكرات بتاعتنا قائمه طول العام في المركز الأولمبي في المعادي، وطبعا في طبيب متخصص الدكتور مجدي الصباغ موجود معاهم في مقيم معاهم في المركز الأولمبي، وهو بيشرف على التغذيه وعلى العلاج وعلى كل النواحي الطبيه. فانا ما عنديش الحته ديت ان الفريق الوطني بقول لحضرتك معسكر دائم في المركز الاولمبي في المعادي، وبعدين حتى لو في مكملات غذائيه مع عن طريق الطبيب بنقدر نعملها، لان احنا دي ما بنحتاجهاش كمان كتير، لان زي ما قلت لسيادتك في تغذيه كامله طول العام في المركز الاولمبي في المعادي سواء فريق الشباب او فريق القمار. اللي حضرتك تفضلت بيه ده شيء اكتر من رائع، ولكن هل الدعم ده واصل لمرحله ان ابطالنا ما يبقوش مضطرين ان هم يشتغلوا مثلا او يعملوا اي حاجه تانية لتنميه الموارد، لان الاتحاد مكفيهم تماما بحيث ان هم حياتهم بالكامل منصبه على التمرين والمعسكرات والمشاركه في البطولات؟ وهيشتغل امتى يا كابتن كريم؟ انا بقول لحضرتك هو في معسكر دعم في المركز الاولمبي في المعادي وبندي مبالغ يعني اسمها بوكت ماني او مصروف الجيب مناسبه جدا. انا مش عايز اقول الارقام لما لناش دعوه بالكوره، انا بتكلم على المستويات بتاعتنا ومستوى المنازلات او مستوى المنافسات الفرديه، انما انا بقول لحضرتك احنا بندي مصروف جيب للاعبين بيكفيهم تماما، وبقول لحضرتك احنا الاتحاد متحمل تماما الاقامه كامله في المركز الاولمبي،
متحمل كاملا التغذيه، متحمل كاملا الملابس الرياضيه، متحمل كاملا العلاج واي اصابات او اي حاجه فالاتحاد متحملها تماما من خلال اقامه كامله طول العام في المركز الطبي في المعادي، والجهاز الفني موجود معاهم طول السنه في المركز الطبي في المعادي. جميل، يعني بنتمنى لحضرتك اكيد كل التوفيق، وبنتمنى لابطالنا كل النجاح وكل التوفيق في كل البطولات اللي هم هيشاركوا فيها الفتره اللي جايه ان شاء الله، ولا سيما باريس 2024. بشكر حضرتك كابتن عبد العزيز جزيل الشكر.